أصدقائي الأوتاكو في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد بنرجع النهاردة بالحلقة 7 من حكاية ويل. بس قبل ما نبدأ ياريت تحط اللايك بتاعك وتشارك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وأهم حاجة تصلي معي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في المرة اللي فاتت شفنا المعركة اللي دارت بين سيون ويل ومحاولة سيون لإثبات قوة ويل، وبيستغل يوليوس القتال ده وحصرهم بسور جليدي وهاجم كلتها علشان يمنعها من إنها توقفهم. وفي نفس الوقت بتظهر نسخة مختلفة من يوليوس بتهاجم كل الفرق المتبقية وبتقضي عليهم ما عدا فريق انجل اللي بيدمر نسخة يوليوس من ضربة واحدة. وبعد قتال عنيف جدا بين ويل ويوليوس بتتدخل كوريت على اخر لحظة وبيتوقفهم قبل ما يأذوا بعض، وبتطلب من ويل يروح للاستاد بسرعة. فيا ترى مين اللي هيفوز في المعركة بين اسوأ واحسن طالب في الاكاديمية؟ يلا بينا نعرف. وفي برج السحر بنشوف الفي نايمة في هدوء، المساعدة بتاعتها اللي اسمها ساريسيا بتنادي عليها، ولما بتفضل نايمة المساعدة بتاعتها بتضربها على راسها وبتصحيها وبتطلب منها تتصرف بشكل يليق بمكانتها، لانه طول الوقت يا اما نايمة او ببص من الشباك، وبتديها مجموعة من الاوراق وبتطلب منها تبص عليهم وتبلغها ان دي معلومات عن السحر الموهوبين اللي المستكشفين جمعوهم وشايفين انهم يستحقوا ينضموا لبرج السحر. ومن ضمن السحرة دول في شخص واحد جذب انتباههم بشكل كبير جدا، وهو يوليوس اللي الانظار كلها عليه في دور السحر وفي احتمال انه يكون خليفتها. وبنرجع للاستاد اللي بيتهز من صياحات الجمهور المتحمس بسبب ظهور ويل وتحدي ليوليوس وفريقه، وبيبص يوليوس على ويل وبيقوله باستهزاء انه فضل مستنيه وقت كتير جدا وانه كان خايف ان حد غيره يهزمه، لانه مش هيكون سعيد لو كسب السباق من غير ما يهين ويل قدام المشاهدين كلهم. ويل بيرد عليه باصرار انه مش هيخسر قبل ما يخليه يعتزل لدونه وباقي الاقزام. وقتها يوليوس بيقطعه بيقوله بطل كلام يا فاشل، لانك مجرد فار صغير هستخدمه علشان اظهر مدى تفوقي للكل. ومع نهاية كلامه وبيظهر ضباب بيغيم المكان كده وبيحجب رؤية ويل بالكامل. بيخمن ويل ان يوليوس عايز يستغل الضباب ده علشان يباغته بهجوم مفاجئ كده، وبيقول ان الضباب مش هيشكل عائق بالنسبة ليه لانه قادر يستشعر الطاقة السحرية، بالاضافة لانه سامع صوت خطواتهم وهيقدر يحدد مكانهم. بيتفاجئ ويل بهجوم متجه ناحيته في ظهره كده، وبيلف وشه بسرعة وبيصد الكرة الجليدية اللي كانت على وشك انها تصيبه، وبيقول انه لازم يتحرك والا هيكون فريسة سهلة ليوليوس. ورغم ان الضباب بيحجب رؤيته الا انه يقدر يحدد مكانهم مع اتجاه التعويذ اللي بيضربوها عليه. وبيستمر ويل في تحركه وسط الضباب وبيتفادى التعويذ اللي بتضرب عليه من الضباب، ولما بيتفادى تالت تعويذه بهجوم على يوليوس بعد ما عرف مكانه، ولكن يوليوس بيفضل واقف مكانه وهو بيبتسم بسخريه. وبيتفاجئ ويل بتعويذه جليديه متجهه ناحيته فبيصدها بسيفه على اخر لحظه، وعلى وشه علامات الاستفهام. يوليوس بيساله بسخريه انت بتعمل ايه؟ احنا ما اتحركناش من مكاننا خطوه واحده. وبتظهر الصدمه على كل الموجودين وخصوصا ويل اللي بيتجمد مكانه لما الضباب بيختفي، وبيشوف قدامه خمس نسخ من يوليوس. وبيسأل ويل نفسه هل يوليوس استخدم سحر الوهم علشان يكون نسخ من نفسه ولا لا، ولكنه بيقطع تفكيره لما يوليوس بيقول باستهزاء ومبتسم انا نسيت اقول لك ان النسخ دي بتنفجر. وفي نهايه كلامه بتنفجر النسخه الموجوده قدام ويل بانفجار ضخم كده، وبيتجمد ويل في مكانه، وبتظهر الدهشه على كل المشاهدين وخصوصا ادوار وجرام اللي بيتاكدوا ان يوليوس بيستخدم تعويذه من فنون الجليد السريه ال12 اللي الفي اخترعتهم. والتعويذه اللي يوليوس استخدمها اسمها الفن الابيض، وهي تعويذه بتسمح للمستخدمين انهم يكونوا نسخ جليديه مطابقه للاصل تماما. وبيظهر الغضب على ويل اللي بيسال يوليوس ازاي قدر يستخدم تعويذه الفي. يوليوس بيضحك بكل غرور وبيجاوبه انه موهوب بكل بساطه وانه اتعلم تعويذه الفن الابيض لوحده، وعلى الرغم ان قوه التعويذه ضعيفه مقارنه بالتعويذه الاصليه الا ان وصل لمستوى ماجيا فوندر وفي يوم من الايام هياخد مكان الفي نفسها. في اللحظه دي بينفجر ويل من الغضب وبيكسر الجليد اللي حواليه وبيهجم على يوليوس بجنون. فيوليوس بيطلق كره جليديه في اتجاهه وبيصدها ويل بسيفه، وبيستغل يوليوس الفرصه دي وبيتحكم في ثلاث نسخ علشان يحاصر ويل من ثلاث اتجاهات. وبيستغرب ويل من تصرفات يوليوس لان هجماته توقفت، ولكن الثلاث نسخ بينفجروا وبيكونوا حاجز جليدي بيحاصر ويل في مكانه. وقتها ويل بيدرك انه واقف في فخ يوليوس بكل سهوله، وبيقرب يوليوس من ويل وعلى وشه ابتسامه انتصاره وبيقول باحتقار ان مفيش حاجه اسهل من صيد وحش غبي ما بيفكرش كده. ومع نهايه كلامه بيكون جبل جليدي بيقع بكل قوه فوق ويل، وبيخيم الصمت على المكان للحظات، وصياحات المشاهدين بتملى المكان وهم مش مصدقين اللي بيحصل. مايك بيقول ان يوليوس كسب القتال من غير ما يتحرك من مكانه، ودي خطوه اساسيه ومهمه لاي ساحر. ادوار بيقول في نفسه ان شهره يوليوس مش من فراغ. وقتها يوليوس بيبص للمشاهدين وبيواجه كلامه للمستكشفين وبيقول بفخر ان السحر الجليد بتاعه لا يقهر، خصوصا بعد ما اتعلم الفن الابيض. وبيعلن الكل انه هيكون خليفه الفي ويبقى ماجيا فوندر. ومع نهايه كلامه بيظهر الاعجاب على المشاهدين اللي بيقول ان مفيش حد يقدر يواجه يوليوس بعد الاداء اللي
اللي هم شايفينه. إرسي بتقول ان كل ده عرض مسرحي وان يوليوس استغل ويل علشان يظهر مدى قوته للمستكشفين، ولكن لو كان فاكر انه هزم ويل بالسهوله دي فهو غلطان وهيندم. وبيتجمد يوليوس مكانه من الصدمه لما الجبل الجليدي بيتكسر، وبيشكره لان الجليد ده بيساعده يهدى شويه، خصوصا انه بينفعل بسرعه لما حد بيتكلم عن الفي. فبيرفع يوليوس عصايته بيهاجم ويل بثلاث طلقات جليديه، وهو بيقول انه هيخليه يندم على اليوم اللي هو اتولد فيه. ومع انفجار الطلقات الجليديه بيظهر ضباب كثيف كده في المكان، وبيبتسم يوليوس بانتصار، ولكن تعبير وشه بتتغير تماما لما ويل بيظهر من قلب الضباب وبيهجم على فريق يوليوس من ظهرهم. ومع نهايه كلامه بيقضي على زملاء يوليوس بضربه واحده قبل ما يتحركوا من مكانهم وسط دهشه المشاهدين كلهم. واول ما بيقع زملاء يوليوس على الارض بتتدمر النسخ بتاعته واستغراب المشاهدين. وبيكمل ويل كلامه وبيتقدم ناحيه يوليوس بهدوء، بيقول انه كان بيتحكم في نسخ بمساعده زمايله، وانه حس بالغرور لمجرد انه بيقدر يستخدم تعويذه من تعويذ الفي، ولكن مفيش مقارنه بينه وبين شعرايه واحده بس من الفي. وبنرجع لبرج السحر وبنشوف الفي بتبص للسما وبتبتسم، وبتقول للمساعدة بتاعتها انها مش محتاجه خليفه ليها، وكل اللي محتاجاه هو شخص يكون جنبها ويساعدها. في الاستاد بقى بنشوف المعلقين والمشاهدين في حاله من الصدمه بعد ما ويل قضى على فريق يوليوس ودمر كل النسخ بمفرده. ويل بيسحب على الارض وهو بيقرب من يوليوس بوت، وبيقول له بكل هدوء ان مهاره الفن الابيض بتاعته مش مكتمله، وان النسخ المتكونه من الفن الابيض بتحتاج تحكم كامل من المستخدم، على عكس الحارس السحري اللي بيتصرف بتلقائيه بما انه احتاج مساعده من زملائه علشان يتحكم في النسخ، فده معناه انه لسه مش متقن للفن الابيض. ومع نهايه كلام يوليوس بيكون مجموعه من الورود الثلجيه وبيحدفها على ويل، وبيقول له بغضب انت مجرد فاشل ما عندوش اي سحر، فما تكلمنيش كانك احسن مني. واول ما الورود بتلمس الارض بتكون انفجارات جليديه ضخمه بتغطي المنطقه اللي ويل واقف فيها بضباب كثيف. ومع اختفاء الضباب بيكون يوليوس مجموعه جليديه من النسخ، وبيهاجم ويل بكرات جليديه من كل الاتجاهات، وبيقول لويل انه هيحوله لتمثال من الثلج. فبيتحرك ويل من مكانه بسرعه وبينط لورا علشان يتفادى الهجمات اللي طايره في كل اتجاه. وبيكمل يوليوس هجومه على ويل وبيقول في نفسه انه كلام ويل صحيح، واقصى عدد من النسخ يقدر يتحكم فيهم هو 4، ولكن مفيش داعي للقلق لان شخص عاجز زي ويل عمره ما هيعرف يفرق بين الحقيقي والنسخه. ووسط ما يوليوس فرحان لانه متاكد انه في امان، بيتفاجئ ويل اللي ظهر قدامه من غير مقدمات وبيهاجمه هو شخصيا. فبيكون جدار جليدي بسرعه وبيرجع لورا علشان يبعد عن سيف ويل اللي قسم الجدار نصين وكان هيكسر راسه، وبتطير حته التلج كده من الجدار وبتخبط يوليوس في بطنه بقوه وبترميه على الارض. وبيقوم يوليوس من على الارض والغضب والارتباك واضحين في وشه، وبيسال ويل باستغراب ازاي قدر يميزه عن باقي النسخ. ويل بيجاوبه ان درجه حراره النسخ المتكونه من الفن الابيض بتكون عكس درجه حراره المستخدم، بمعنى ان درجه حراره النسخ 37 درجه تحت الصفر، ممكن تكون اقل على حسب كميه السحر المستخدم. ولو كان المستخدم مش قادر يتحكم في النسخ بشكل كامل، فالنسخ هيسببوا اثار ثلجيه تحت رجليهم زي وحوش السائر الجليدي كده بالظبط. ومع اختفاء النسخ وتاكد يوليوس من صحه كلام ويل، بيقول بغضب واحباط ازاي فشل زيك من غير سحر عارف معلومات اكتر مني عن الفن الابيض. بيسكت كل اللحظات قبل ما يرد عليه، بيعرفه ان هو والفي كبروا مع بعض في مكان واحد، وبتمر ذكريات طفوله ويل قدامه وهو بيكمل كلامه ان هو والفي كانوا ايتام من غير اي اهل وكانوا عايشين في نفس الميتم، وعلشان كده هو عارف كل تعاوزها وكان بيحترمها وتعلم منها حاجات كتيره وبيعتبرها قدوته وهدفه. وبيسكت ويل لثواني وبيبص على برج السحر وبيفتكر كلام الفي لما قالت انها متاكده ان ذكرياتهم مع بعض والمجهود اللي بذله اكيد هيفيدوه. وبيبص ويل ليوليوس وبيقول له بكل ثقه انه عارف كل نقاط قوة وضعف تعويذ الفي، ولكن يوليوس بيقطعه بغضب وبيقول له اخرس، احنا بنتكلم عن الفن السري بتاع اميرة الجليد واحنا من الماجيا فاندر، ومستحيل فاشل زيك يقدر يدمره. وفي نهاية كلامه بيضرب رمح جليدي في اتجاه ويل اللي بيسد الهجوم بكل هدوء، وبيبلغ يوليوس ان ساحر مذهل وانه اول شخص يقدر يستخدم تعويذ الفي، ولكن تعويذة الفن الابيض الفي اخترعتها وهي عندها سنتين بس. وبتنزل كلمات ويل كالصاعقة على الموجودين كلهم وخصوصا يوليوس اللي بيتجمد مكانه من الصدمة. وبيكمل ويل كلامه ان ده بسبب وجود نقاط ضعف كتيرة للفن الابيض، ومفيش داعي انه يبقى مغرور علشان عرف يستخدم تعويذة الفي كانت بتستخدمها وهي لسه طفلة. ولما يوليوس بيكتشف ان كل الغرور والفخر اللي حس بيهم لما افتكر انه قرب من مستوى الماجيا فاندر مجرد وهم مش اكتر، بيضحك بجنون جدا. واول ما بيبطل ضحك بيبص لويل بكل احتقار وغضب، وبيستخدم الفن الابيض وبيكون 8 نسخ، وبيقول لويل انت فاكر الاربع نسخ هي اقصى قدراتي؟ وبيكمل كلامه انه مش محتاج يتحكم في النسخ طالما يقدر يدمر ويل بعدد كبير من الهجمات. وفي نهايه كلامه النسخ بتكون 8 رماح جليديه كده وبتوجهها ناحيه ويل، ولكن ويل بيقول له انا مش عارف اجيبها لك ازاي، بس الفي
كانت بتتنمر عليا بعشر نسخ مره واحده، وباشاره من يوليوس بتطير الرماح في اتجاه ويل، الا ان ويل بيتحرك من مكانه بسرعه خارقه وبيتفادى الهجوم وبيغرس سيفه في اقرب نسخه من النسخ. ولما يوليوس بيشوف ويل بيدمر النسخ بيحس بالرعب وبيهرب وبيأمر النسخ انها تستمر في الهجوم على ويل، ولكن ويل بيقضي على النسخ الموجوده في ثواني وبيجري ورا يوليوس اللي بيحاول يستخبى ورا واحد من النسخ، ولكن ويل بيرمي سيفه على النسخه وبيدمرها. وبكده ما بيتبقاش غير يوليوس اللي بيتجمد مكانه من الخوف لما بيشوف ويل بيجري ناحيته وبيترجاه انه يوقف هجومه، ولكن ويل بينط في الجو بكل قوه وبيسدد ليوليوس لكمه مدمره باستخدام القفاز السحري وبيطيره لاخر الحلبه والصيحات المشاهدين العاليه. ومايك بيقول له انه مش قادر يصدق ان ويل الفاشل اضعف واحد في الاكاديميه هزم يوليوس اللي بيعتبر الاقوى وكان مرشح انه يكون الماجيا فاندر، وبانتصار ويل على يوليوس ما بقاش قدامه غير انه ياخد التاج ويفوز في السباق. اول ما بيلف وشه ناحيه التاج بيتصدم لما بيلاقي انجل بيلبس التاج وهو مبتسم، وبيقول لويل شكرا ليك انت يوليوس علشان اديتوني الفوز على طبق من ذهب في الوقت اللي كنتوا مشغولين فيه في القتال التافه بتاعكم ده. والمفاجاه اللي محدش كان بيتخيلها، كل الموجودين بيسالوا نفسهم انجل وفريقه وصلوا للاستاد امتى. وبكده بينتهي سباق التاج بفوز الفريق رقم 12 بقياده انجل اللي اتصرف بذكاء وخطف الفوز من ايد ويل يوليوس حرفيا. بنروح لبرج السحر وبنشوف ساريسيا وبص من الشباك وهو بيتعرف الفي ان السباق انتهى بناء على الاصوات اللي هي سمعها، فالفي بتسالها وهي مغطيه وشها هل في اي تعويذه بترجع الزمن، ولما المساعده بتاعتها بتجاوبها ان مفيش اي تعويذه بترجع الزمن، الفي بتسالها عن تعويذه بتلغي الذكريات. المساعده بتاعتها بتشرح لها ان في تعويذه من التعويذ المحظوره بتلغي الذكريات ولكن ما ينفعش انها تستخدمها. بتتفاجئ المساعده لما بتشوف وش الفي اللي كله دموع وهي بتقول بارتباك ان هو الغلطان لانها ما كانتش بتتمرن عليه او بتتنمر عليه وكانت عايزاه تلعب معاه مش اكتر. بكده صديقي الاوتاكو بتنتهي حلقه النهارده من حكايه ويل، فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ انا نفسي متحمس جدا اعرف الحلقه الجايه فيها ايه، فما تبخلش علينا باللايك بقى واشترك في القناه علشان نعرف مع بعض الحلقه الجايه بتقول ايه وايه رد فعل ويل بعد ما عرف ان الدوري اتسرق منه. كل ده اكتر هنعرفه المره الجايه بمشيئه الله، ويلا دمتم في رعايه الله وسلام.